بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نشتغل مع بعض بقى، نكمل المحاضرة اللي احنا قلنا عليها اسمها ايه، فاكرين اخر محاضرة اللي هي المحاضرة رقم 10 دي الـ11، كنا بنتكلم على الماكينات اللي هي ماكينة القياس اللي هي CMM، وقفنا على CMM configuration، الاشكال المختلفة، ودي انواع بسيطة مش كلها، فيها تلاقي فيها حاجات دلوقتي لو انت دخلت على النت هتلاقي حاجات كتيرة جدا، لكن دي الحاجات الاساسية او الانواع المختلفة من ماكينات اللي هي اسمها coordinate measuring machine، ماكينات القياس، وهي ماكينة تستاهل ان احنا نهتم بيها قوي. قال لك the type of configurations of the CMM determines its measuring parameters such as accuracy, flexibility, maximum measurable, الورك ويز دايمنشن اند كوست. فدي حاجات كلها نقط مهمه بالنسبه لاي مكنه. ايه هي بقى الاشكال المختلفه للماكينات دي؟ خمس حاجات اللي هنتكلم عليهم. اول نوع الكانتليفر تايب، والكانتليفر كلنا عارفين يعني ايه كانتليفر. وبريدج تايب هنتكلم عليها وعلى الانواع المختلفه، كذلك برضو على الانواع المختلفه من النوع ده. الهورزونتال ارم سي ام ام، كلمه ارم هيبان في الرسم يعني ايه المقصود بيه. جانتري تايب سي ام ام، وماكينات كبيرة زي البريدج كده، انطارة كبيرة، وممكن العربيات الحاجات الضخمة المنتجات الكبيرة، يعني عربية ممكن تخش تحت وتبتدي تعمل لها سكاننج سواء بالليزر او بالفيجن. ارتكيوليتد ارم الذراع المفصلي، وهنتكلم عليه، وده نوع مهم لانه سهل حمله، بورتابل وينت اللي الاماكن اللي انت عايز تقدر تنزل بيها، يعني سهل نقله من مكان الى اخر. هنبدأ مع بعض وركز معايا لأن العملية سهلة، لسه ما دخلناش في المهم، احنا بنتكلم لسه الشكل العام. ادي اول نوع اللي هو كلمة كانتليفر تايب سي ام ام. كانتليفر المقصود بيه الكانتليفر ده اهو، انا بشاور عليه اهو، ده كانتليفر خلاص، اللي هو لونه اصفر، ده اللي هو الكانتليفر، ده البيد، ده التيبل، ده الجرانيت تيبل اهي. وبعدين الكانتليفر اللي احنا بنقول عليه كانتليفر ده فيه الرام اللي هي موجود فيها نهايتها البروب اللي هو مهم جدا، اللي هو بيعمل تاتش على العينه وبيقيسها بعد كده. موضح هنا اي مكنه من الماكينات فيها ثلاثه اكسس مهمين جدا، في كل الماكينات اكس واي زد، دي بيسموها اللي هي ايه؟ 3 اكس ماشين. في بعضهم ومنهم المكنه اللي هتكلم عليه بيبقوا 5 اكسس لما البروب بقى موتورايزد والموتور بيلف حوالين، بيخلي الستايلس يلف حوالين 2 اكسس، ممكن يلف حوالين الزد وحوالين الواي، وبالتالي بتتحول من 3 اكسس ل 5 اكسس ماشين. ارجو الكلام ده سهل وما فيش فيه اي مشكله. مكنه 3 اكسس و 5 اكسس. 3 اكسس البروب بيبقى ثابت، ما فيش فيه موتور يخليه يلف حوالين محور زد ومحور واي. خلاص؟ نخش بقى نتكلم عن ايه الكانتليفر، ايه مزاياه، ايه عيوبها. كلام عادي خالص، البروب إذا اتجه فين؟ إن فيرتيكال اللي هي، وكان واضح الرسمة اللي فاتت في الرام اللي أنا قلت لك عليها أهي. البروب بتاعنا في الرام دي هتلاقي تحت خالص، والحركة بتاعته إيه؟ فيرتيكال أهي. الجزء ده بيتحرك على ده في الاتجاه ده. خلاص؟ والجزء التالت ممكن دي تكون بتتحرك كده وكده. يعني دي 3 أكس، ولسه ما اتكلمناش على هل البروب فيه موتور ولا لأ. البروب إذا اتجه فيرتيكال ماشين رام أنالوج زد فيرتيكال موشن موفينج اون ماتشوالي اوفر هانج بيم الونج واي، اللي هي الحركه اللي هي واي، اللي هي اللي انا قلت لك عليها اللي هي اللي هو السهم ده كده، واي كده زد خلاص. والحركه الثالثه هي التيبل تتحرك، يا الجزء نفسه اللي شايل البروب يتحرك. ان ذيس تايب ا موفينج تيبل، ممكن التيبل تتحرك. اند سادل ارينجمنت بروفايد اكس اند واي موشن، في ممكن كده وفي ممكن. And the machine ram along Z axis moves vertically relative to the machine table. A table does not contain bearing. في بعض التيبل ما بتتحركش. خلاص؟ وبالتالي ما فيش محتاجين لبيرنج، وبالتالي تقدر تحط عليها أي حاجة وزنها كبير تقيلة، وقال لك relatively heavy parts كان بيه سبورت عليه. إذا كان كليفر ديزاين وزنه صغير وإلى آخره، can be very fast، سريع جدا. It has moving surfaces that is a very low in mass، وزنه صغير ويتحرك بسهوله.
ميزه هذه المكنه طبعا هي حجمها صغير والاكيورسي بتاعتها هتلاقيها قليله الى اخره وتمنها هتلاقيه قليل. ات بروفايدز ايزي اوبريتور اكس، سهله جدا مفتوحه من الجوانب وبالتالي الاكسس اكسبيليتي بتاعت اي حاجه اللي ورك بيس بتحطها بتبقى الجوانب مفتوحه وتقدر العامل يتعامل معاها سهل من جميع الجوانب. ثلاث جوانب يتعامل معاها. ثري سايدز ار اوبن اند لاف جود اكسسبيليتي، الوصول للورك بيس من ثلاث جوانب سهل جدا بخلاف بعض الانواع اللي اتكلم عليها دلوقتي هتلاقيها صعبه بالذات البريدج اللي هي موفنج بريدج دي هتلاقيها صعبه قوي ما فيش غير وجه يمكن واحد قدام اللي تقدر تتعامل مع الشغل. الدروباكتسز لو احنا رجعنا للديزاين ايزا بندنج في مشكله طبعا في الكانت ليفر يحصل زي اي زي ما حاجات كتير اتكلمنا عليها في القياسات قبل كده يحصل فيه ريفليكشن لكن المكنه فيها بتعمل على طول في السوفت وير بيعمل كوركتد للايرور فيها للايرور نتيجه الديفليكشن في الكانت ليفر وبالتالي زي ما بيحصل في درجات الحراره برضو بيحصل كوركشن الى اخره في حاجات كتير هنتكلم عليها بعد كده. الستاب از ليميتد حاجات صغيره الاوزان صغيره والميديوم الحاجات الكبيره الهيفي والوزن كبير ما ينفعش على المكنات الصغيره دي. خلاص تيجي بقى للنوع بقى اكتر الانواع شيوعا وموجودة كتيرة جدا معظمها في المصانع اللي هي البريدج تايب سي ام ام وكلمة بريدج اللي هي الانطرة ده اللي هي طالعة وادي ويمكن ده الشرح الاولاني خالص كنت بتكلم عليه وادي الجزء اللي هو ماسك الليفر ده او الكولوم ده مع الكولوم ده اسمها بريدج انطرة راكب عليها ايه الكارج تسميها كارج تسميها ريل تسميها اي حاجة. خلاص وهنا البيت وهنا ادي التيبل جرنات تيبل والشغله اهيت والبروب بتاعنا موجود الى اخره. واضح الكلام ده؟ في نوعين من النوع ده اللي هو البريدج ده في نوعين. نوع البريدج دي بتتحرك عشان كده كاتب لك ايه؟ موفينج بريدج تايب نوع البريدج دي بتمشي يعني بتمشي على دي او بتمشي على دي. بس بتمشي على بيرنج ايه؟ اير بيرنج. زي اللي انا قلت لك قبل كده في المعمل قياسات زي الراوند تيست لما بنقيس الجهاز اللي عندنا الراوند تيست بالتيبل لما بتلف ونحط عليها الشغله بتلف على اير بيرنج. البروب اذا تاش فيرتيكال كارج في الكارج بتاعتنا ده البروب بتاعنا موجود اهو خلاص موفينج اميتشوالي هوريزونتال بيم خلاص على الهوريزونتال بيم ده بتحرك كده يبقى في حركه فيرتيكال كده وفي حركه كده خلاص. طيب احنا عندنا المفروض ثلاث حركات ثلاث حاجات يتحركوا واحد يقول لي بقى الحركه الثالثه منين؟ هل في تيبل بيتحرك تحت؟ ها؟ واحد يقول لي ادي واحده وادي اثنين الثالثه فين؟ الثالثه ان البريدج دي نفسها بتتحرك يبقى اذا البريدج بيتحرك في الاتجاه ده وده بيتحرك في اتجاه واي سميه واي ودي سماه اكس ودي زد ادي الثلاثه اللي هي سماها 3 الاكس ماشين. لسه ما اتكلمناش على البروب هل في موتورز وكلهم فيهم هتلاقي موتورز موجود الى اخره. خلاص موفينج ميتشوال هوريزونتال بيم الونج اكسس سبورتد باي تو فيرتيكال كولوم اللي هو ده ادي واحد ادي الثاني. ويتش موفز موفز اون تيبل اوف ذا ماشين ات كونسيست اوف ستيشنري تيبل التيبل ما بتتحركش وانا قلت لك الكلام ده. تيبيكالي ميد من الجرانايت اند هاز ا ميديم تو لارج ميجرمنت رينج. ده بتستخدم او تقيس العينات المتوسطه والكبيره بعكس الاولانيه اللي انا قلت لك عليها اللي هي الكانتليفر. خلصنا من دي النوع ده اسمه ايه؟ موفينج بريدج تايب. هل في نوع تاني منه؟ اه هنتكلم على نوع تاني. الموفينج جايبها لك رسم اهو توضيحي. ادي البروب بتاعنا ماسك في الكارج او في الرام دي وبتحرك فيرتيكال وبعدين بتحرك على ده في الاتجاه ده والتيبل البريدج نفسها عامل لك سهم اهي بتتحرك في هذا الاتجاه. الادفانتج اوف ذيس ديزاين از اتس ستيفنس ديو تو تو سبورت الستيفنس بتاعتها عاليه شويه. الليميتيشن اوف ذا موفينج بريدج از ايه؟ حركه البريدج دي بتقلل الاكسسبيلتي الشغله هنا وهي ماشيه كده مش هتقدر توصل للشغله بسهوله زي الفيكسد بريدج تايب اللي هتكلم عليها بعد كده. الليميتيشن اوف ذا موفينج بريدج از ريديوس اكسسبيلتي تو ذا ورك بيس كوز باي ذا سبورتنج كولمز الكولم ده الكولم ده بيمنع او بيقلل الوصول ليه. وكلمه يانج ذا بريدج الالتواء او التويست بتاع البريدج ممكن دي الناحيه دي تتحرك اكتر من دي يحصل التواء وده عيب من العيوب اللي هي الموفنج بريدج موجود فيها الياو
young the bridge twisting as two columns moved at different rate. لو ماشيين مش بنفس السرعة في فرق مهما كان الغير انت بتقيس النار ده ما يكون هناك كسر ما يكون كمان كان occur with zigzag. ده بيحصل في حالة الموفنج بريدج. النوع الثاني fixed bridge type. هي تبع البريدج هي نفس النوع لكن زي ما انت شايف كده هو مفيش بريدج ثابتة في الجنب ما بتحركش. امال ايه اللي بتحرك؟ اللي بتحرك ادي البومبة بتتحرك في الاتجاه ده ادي واحد ودي بتتحرك فوق في الاتجاه ده الرام او الكاريج سميها زي ما بتسميها خلاص. امال الحركة الثالثة في ايه؟ الحركة التيبل دي اللي بتتحرك اللي بره ولجوه كده. يبقى دول التلاتة اكسس اللي احنا بنقول عليهم التلاتة المين اكسس لان المكنة اللي خمسة او الفايف اكس فايف اكسس دي بيبقوا تلاتة اكس واي زد وبيسموهم التانيين الاثنين التانيين اي وبي اللي هم يكملوا الخمسة. والاي وبي معناها ان في حركة دورانية حوالين محور والحركة التانية حول محور تاني خلاص. In this configuration the bridge is attached rigidly to the machine متثبتة اللي ما بيتحركش حتة واحدة مع البيت بتاعت and thus eliminate the walking problem اللي هي الياو. المشين تيبل موفز الونج اكس دي بتتحرك حركة واحدة. يبقى اول حاجة تبص للمكنة تعرف التلاتة اكسس فين اللي هم التلاتة من اكسس وبعدين اذا كان البروب في موتور وبيحركه حركتين كمان يبقى بيسموها 5 اكس ماشين. Some of the most accurate machines are fixed bridge دي طبعا لانها ثابته جدا ومفيش اي مشاكل فيها الريزيست بتاعتها عاليه جدا عن اي مكنه ثانيه. يبقى احنا خلصنا من النوع الثاني اللي هو البريدج تايب. خلاص بنفس الكلام على البريدج عامل لك رسم لها توضيح للحركات المختلفه اهو. البروب هنا بيتحرك فيرتيكال وهنا بيتحرك على الكولم اللي فوق ده او على الهوريزونتال بيم ده والتول بتاعتنا بتتحرك اكس عامل لك السهم اهو واضح الحركات بتاعتها. الموفينج تيبل ريديوس ذا سبيد طبعي من العيوب على فكره ان حركه التيبل دي بتقلل كمان المشين اند ذير از اولسو ليميتيشن وده ليه اون ذا ويت. طالما في تيبل وبتحرك على بيرنج سواء اير بيرنج يبقى في ليميتيشن للويت بتاع الورك بيس اللي انا بستخدمه. اف يوز فور لايت ويت بوتس خلاص. برايمري ادفانتج اوف ذيس ماشين از اتس ريزيستنس اهم حاجه الريزيستنس بتاعتها عاليه جدا لانها ماسكه في بعضيها اللي البريدج متثبته في البيت. يبقى احنا اتكلمنا على نوعين. النوع الاول اللي هو ايه؟ فاكرين النوع الاول؟ ها؟ اللي هو ايه؟ اللي هو النوع الاول اهو الكانتليفر اهو بفكرك بيه. النوع الثاني اهو بس النوع الثاني ده بينقسم ليه؟ موفينج بريدج تايب والثانيه فيكسد اهي فيكسد بريدج واتكلم على البريدج اللي هي دي هنا فيكسد بريدج خلاص. نخش على النوع الثالث بقى هو لسه هيتكلم على الادفانتج والديس ادفانتج الليميتيشن بتاعت اللي هي بريدج تايب اللي هي المكنه اللي لها انطره زي ما بيقولوا اللي هي البريدج. الادفانتج بتاعتها البريدج تايب بروفايد مور ريجيد كونستراكشن ويز انترن بروفايد بيتر طبعا طالما الريجيد عاليه فبيدي لك الاكريسي بتبقى عاليه. الليميتيشن بتاعتها ذا بريدج ذا بريدج خلاص لو في بريدج بقى تحرك او ذا ماشين تيبل ميكس ات ليتل مور ديفيكالت تو لود لارج ones خلاص. يبقى النوع من الماكينات البريدج بتاعتنا خلاص اون ذا ماشين تيبل ميكس ات ليتل مور ديفيكالت تو لود لارج ones اللي طالما بتتحرك دي بتبقى اولا الاكسسبيلتي للورك بيس والوزن كمان او الحجم بتاع الورك بيس بتبقى صغير لان البريدج رايحه جايه بتتحرك. الابلكيشن بتاعتها ايه بقى؟ ميكانيكال بارتس انسبكشن اختبار كل الميكانيكال بارتس واحنا قلنا جميع القياسات وجميع الاشكال بس اهم حاجه ايه تبقى ويدن الرينج بتاع السبيسيفيكيشن بتاع المكنه. احنا قلنا السبيسيفيكيشن واتكلمنا عليها وهتكلم عليها تاني من ناحيه الوزن والحجم والاكس ماكسيمم اللينث بتقيسه في الاكس والواي والزد كل الكلام ده. يبقى جميع لكن بتقيس ايه بقى؟ الابعاد والتجاوزات عليها والجيومتريكال فيتشر كل الجيومتريكال فيتشر واحنا عارفين الجيومتريكال تورنس لما اتكلمنا عليها عرفنا الانواع المختلفه فيه. ديزاتيشن طبعا انسبكشن كومبلكس ميكانيكال مهما كان الشكل معقد. تروس بتقيس على طول التيس اللي غلبنا ونقعد نقيس لا ده بتقيسه على طول طلع كل حاجه فيه. الكمات الاجنحه بتاعت لو جناحه بتاع طياره ولا بتاع اي حاجه التربينات بليتس اللي بتاع التربينات كل ده بتعمله ولا توجد مشكله وتطلع لك الشكل وتقارنه بالكاد الكاد اللي هو
كمبيوتر ديزاين الموجود وتطلع لك التجاوزات او مطابق لرسم التصميم ولا فري فورم سيرفيس انسبكشن. اي اسطح برضو زي الداي المودلز الشيت ميتالز البلاستيك الى اخره. خلاص بوينت تو بوينت انسبكشن تقدر تعمل كونتينوس سكاننج. كلمه هنتكلم على بوينت تو بوينت، ما هو في نوع اللي هو في هتكلم كله ده على كونتاكت كونتاكت بس. في نوع بيسموه تريزر اللي هو نقطه نقطه، وفي نوع اللي هو السكاننج اللي بروب نفسه ستايلس ماشي على السطح بيلمسه على طول وياخد مئات بل الاف النقط لو انت عايز. ده كونتينوس سكاننج انسبكشن. ففي كده وكده، يا اما تقيس نقطه نقطه وكل نقطه بيدي لك اكس واي زد ليها، عايز كام نقطه عشان دايره مينيمم 3 ولا 4 ولا كام عشان تعمل الى اخره. كل الكلام ده هيجي بتفصيل بعد كده، اللي عايز يزيد كمان موجود كل الكلام ده في كتابات المكن. كونتينوس سكاننج قلنا هنتكلم على الانواع المختلفه من ده اللي هي الكونتاكت سواء بوينت تو بوينت انسبكشن او كونتينوس سكاننج انسبكشن. اما النون كونتاكت في الاخر هنتكلم عليه. اللي بعد كده النوع الثالث هوريزونتال ارم. الارم اللي هو يقصد بيه ده اهو هوريزونتال ارم اه مش كانتليفر اهو ارم اه بس بيتحرك بيتحرك. في نوع ثابت في نوع ثابت، عشان كده قال لك ايه موفينج هوريزونتال ارم. يعني المكنه دي في منها نوع ثاني الارم ده فيكسد في نوع هيجي بعد كده. اللي التيبل بتاعتنا ايه الارم زي ما انت شايف بيتحرك في الاتجاه ده لو سميناه اكس ويتحرك في الاتجاه زد، وبعد كده يا اما الكولم ده يتحرك وهيجي الرسم او التفصيل عليه اهو. قال لك الكولم ده اهو اللي شايل بيتحرك في الاتجاه اكس. في نوع تاني التيبل بتتحرك، بس النوع التاني اللي هنيجي عليه ده لو ما بيتحركش يبقى في الحاله دي يبقى في تيبل اللي هي الفيكسد هوريزونتال. هرجع تاني للنوع ده، نوعين موفينج هوريزونتال ار. يبقى في الموف هوريزونتال ار دي بتتحرك اهو وبتحرك في الاتجاه زد اهو، وده بيتحرك في الاتجاه ده. يبقى التيبل مفيش تيبل بقى، يبقى التيبل ما ده الجرانيت اهو خلاص التيبل مفيش هنا تيبل تتحرك ولا حاجه. لكن لو فيكسد معناه ان انا بثبت ده ما بتحركش، يبقى لازم يكون في تيبل تديني الحركه الاكس 3 رقم 3 ده زد، لو سميت دي واي يبقى لازم اكس. فدي مش اللي بيديني الاكس اللي هي حركه الموفنج هوريزونتال ار. الايزيست تايب طبعا الاحجام اللي بتقيسها مش كبيره قوي ولا حاجه. الايزيست تايب فيتشر هوريزونتال بروب رام خلاص ويتش موفز الونج زد اكسس موفنج هوريزونتالي، بتحرك كده في الاتجاه ده زد، وهي البروب بيتحرك على الارم في هذا الاتجاه اللي هو سميه اكس او الثاني يبقى دي واي وبعدين دي يبقى ده زد خلاص. بربنديكولار موشن اكس كذا الونج زي ماشي. ذيس كونفجريشن بروفايد بوسيبيليتي فور ميجرنج اللي هي المفتوحه دي، ممكن تحط بقى ايه عليها زي ما انت عايز بقى، لا دي بتتحرك لا التيبل بيتحرك ولا حاجه. فانت ممكن زي ما انت شايف تحط عليها اقسام كبيره جدا واتقس لان الايه جوانب مفتوحه زي ما انت شايفه ثلاث جوانب واحد اثنين ثلاث. تيجي بقى للنوع الفيكس ده اهو، ان هناك كان بيتحرك هنا لا ثابت، هو ارم ثابت يبقى هنعوضه يبقى جاب لك تيبل اهي بتتحرك اهو في الاتجاه ده، سمى واي سمى واي وسمى ده اكس وسمى ده زد زي ما البروب از اتاتشت اند موفينج فيرتيكالي خلاص. ال واي اكس ريلاتيف تو ذا كولم ذات سلايدز الونج ذا ماشين بيس ان ذا اكس دايركشن، كل ده بيتحرك في الاكس دايركشن وهو شايل ايه الارم معاه. الماشين تيبل موفز اهي من متر بيرمديكولار موشن زد اللي هي ايه زد اكس ريلاتيف تو ذا كولم، بتتحرك في الاتجاه اللي هو الواي ده. ليه؟ لان خلاص اللي الارم بقى ثابت ما بيتحركش، وفي الحاله دي عوض الحركه بتاعت الارم لما ثبته لما يبقى في تيبل، وبالتالي يعمل ليميتيشن بقى على الورك بيس وحجمها صغير ولا كبير والسرعه بتاعت المكنه. كل ده ليه؟ طالما ان في تيبل وفي بتحرك على اير بيرنج ولا اخره هتلاقي المكنه السبيد بتاعتها بتقل. النوع الرابع اللي هو اسمه جنتري كونفجريشن، دي حجمها كبير جدا وبتستخدم للمنتجات، يعني ممكن عربيه في بعض الاحجام عربيه تخش كده ويعملوا لها سكاننج او يعمل لها اذا كان بيستخدم النون كونتاكت بالفيجن يصور الى اخره من الحاجات دي. فدي ليه سماها كلمه جنت انطره، عامله زي الانطره بالظبط اللي انت شايفها اهي، وشوف الهوريزونتال بارك قد ايه وركب عليه بعد كده الرام او الكارج بتاعتها.
جنتي كونفجريشن كومبرايز ا فيرتيكال رام، الرام بتاعتنا اللي هي فيرتيكال رام اللي هي زد اكسس موفينج فيرتيكال ريليتيف هورزونتال بيم. ادي الهورزونتال بيم اللي هو لونه اخضر ده، خلاص. في الاكس مسميه اكس دايركشن which in turn moves along two rails اللي هي الواي اكس، بيتحرك طبعا هو على الاسبان اللي هو بيقول عليها ريل دي في الاتجاه ده mounted on the floor. This configuration provides easy access and allow the measure of large component. قلت لك ممكن عربيه تعدي ويعملوا لها سكاننج كامله، سواء طبعا السكاننج في الحاله دي مش هيبقى كونتاكت لانها حجمها كبير العربيه، فبيعملوها ب النان كونتاكت يا بالليزر يا بالفيجن تكنيك الطريقه الثانيه. يبقى ده النوع الرابع. شوف حجمها قد ايه، ده حجمها شوف قد ايه، وترك اي حاجه ممكن يتم تمشي لو حجم شغلانه كبيره عربيه يعملوا حاجه وتطلع هنا زي كانك داخل مشحنه ولا حاجه، والبروب بتاعنا حطوا فيه بتاع ده يحطوا فيه فيجن يا سكاننج بقى لو عايز يعمل حاجه جزء صغير، لكن ممكن يسلك اللي يعمل لك قياس للعربيه او لاي منتج اللي طولها وعرضها والمقدمه والمؤخره، اطلع لك حاجات كتيره جدا وقارنها بالصوره الحقيقيه للعربيه او لاي منتج تاني. انا بتكلم على حجم كبير يعني، عشان ده اسماء امطره جنتري كونفجريشن. ده النوع. تيجي للنوع الخامس والاخير اللي هو كلمه ارتكيوليتد ارم تايبس، اللي هو الذراع المفصلي. زي ما انت شايف ادي مفصل اهو ومفصل هنا اهو ومفصل ثلاثه اهو، وكل واحد فيه ايه موتور وفيه حاجه يعني كمبيوترايز، ماشي، اريكتو ماجنتيك بريك، وبيعرف ازاي يتحرك قد ايه ولف قد ايه والاخر، خلاص. لا في سكانر كنترول انتجريتد ويز ار وايرنج بالاسلاك. وشوف جايب لك دي المقدمه بتاعت البروب، شوف ازاي والموتورايز بتاعها واقف. دي ميزتها هي حاجه واحده، ان هي بتقدر تنقلها مكان سهله، شيلها بورتابل يعني بتتشال وتتحط وتتثبت وجنب اي في قياسات وفي حاجات يقيس ويخلص زي اللي بعديه الى اخره. فدي برضو موجوده لكن الدقه بتاعتها اقل من الماكينات الثانيه بكثير. بقول لك ذيس تايب از يوز فور بورتابل اول تريبود، كلمه تريبود اللي هم ثلاثه ماونتد ستايل ماشين ثلاث اجزاء. الارتكيوليتنج ارم الاو ذا بروب تو بي بليست ان ديفرنت دايركشن ويز ريسبكت تو ذا اوبجكت، مهما كان الشكل انت بتحركه بقى مش هتشيل الشغله كبيره، الانجن بلوك وزنها تقيل، فانت بتحركه من مكان بايدك، بتحركه وتدخله هنا في الهول دي ودي وتنقل ودي، وتاخد ابعاد وهو عمال يخزن ويرسم ويطلع ليك الرسمه ويقارنها بالكاد اللي انت مدخل. This system contain a series of counter balanced 6 degree of freedom linkage arm. Each of the arm is provided with a precision rotary transducer that encode the rotary motion of the linkage and calculate coordinate entry space. يعني المفاصل مش سهل محطوط فيها انكودر ومعروف لف قد ايه وعمل قد ايه، كله بيتخزن وفي البرمجه بيبقى الحاجات دي كلها معروف. The measuring envelope of this type enable measurement of hard to reach location within component. اي مكان صعب ولا حاجه بتاخد بيدك كده وتوصل له. لا عايز حاجه تحل، انت اللي تشيل الاكيورسي اوف ميجرمنت از لارجلي افكت طبعا بالايه؟ باي اوبريتر، بمهاره العامل، لان هو اللي بيشتغل وبيشتغل. فدي هيبقى از لور كومبيرت وذ ذا بريدج ستايل. لو انت قارنتها بالنوع البريدج هتلاقي الاكيورسي بتاعتها اقل من الحاجات دي بكثير. خلاص؟ ارتكيوليتد ارم تايب، ذيس تايب ار ميد فروم لايت، طبعا لازم يكون من ماتيريال وزنها خفيف عشان بنقلها ويت الوي فور هاي ريجيد، وفي نفس الوقت الريجيد بتاعتها عاليه جدا. خلاص؟ ذيس كونفجريشن از ايبل تو اوبريت ات هاي تمبريتشر رينجز لغايه 50 درجه، ممكن يقيس ويعمل ايه؟ يعوض اي فرق في درجات الحراره الى اخره، لان انت بتنقله لموقع العمل فرن ولا جنب حاجه على درجه حراره عاليه تقدر تستخدمه ويعمل لك كومبنسيشن للفرق درجه الحراره. الابلكيشن سوتابل فور فيلد يوز فور وايد رينج اوف ابلكيشن، بيستخدم في حاجات كتيره جدا، منتجات متغيره واشكال مختلفه. ميجرنج اوف سب اسمبليز، الحاجات انت جمعت حاجات جزئين مع بعض ولا حاجه يقدر يقيسها لك. سب اسمبليز ويذن ا فيري لارج سيستم، اللي هي انجن كومبوننت ويز ان ايه؟
الايركرافت بتصنع طيارات والى اخره. ان ذا فلاي انسبكشن او ذا بيزك دايمنشن اون هارد تو ريتش فيتشرز اون ذا بارت. الكونتينوس ميجرنج اوف فري فورم كلمه فورم اللي هي اشكال اللي هي الاوتو ستايلنج الاير وينج الايروفويل اتكلمنا عليها قبل كده. الاشكال كلها جناح طياره جناح بتاع مش عارف كل الحاجات اللي هي فري فورم مالهاش شكل معين فيها كيرفات يقدر يقيسها ولا توجد مشكله بالنسبه لي هذا النوع. الراجل اهي الصوره واضحه جدا اهو شوف الانجن بلوك اهو عمال يقيس من هنا لهنا لهنا وحرك وماسك بيده بياخد نقط اهوت يعني عملي كانك انت في مصنع بتتفرج عليه اهو. ده اللي هو الارتكيت ار عشان ما فيش طالب يقول لي ايه ان انا ما شفتش الكلام ده قبل كده يعني شفته هتشوف المصانع عملي لكن انا اتكلمت عليه وبقول لك اهو ادي مفصل وادي مفصل وادي ثلاثه تريبول خلاص وهو اسمه الذراع المفصلي. ده النوع الخامس والاخير من ال هنخش بقى في التيبل التيبل عارفين ان هي ات از يوز فور ماونتنج زاور كبيس ومن جرانايت والكلام ده هتلاقيه سهل ومش ايه خلاص فاريشن دايمنشن وكل ده اولسو تيبل ماست هاف اي ديجري اوف ستريتنس وفلاتنس وي ده بيتكلم على التيبل وجايب لك شويه ماتيريال ان اوردر تو انشور ستيفنس اوف سي ام ام ذا ثيكنس اوف ذا تيبل ماست بي كويت انف كل حاجات اي حاجه ليها مواصفات فدي التيبل بقول لك المفروض تبقى معموله ايه وعشان الريجيدتي ودرجات الحراره بتاثر فيها ايه جايب لك الماتيريال مختلفه الومنيوم ومعامل التمدد الحراري ل 100 مللي وزادت قد ايه فعشان كده الجرانايت اللي هي اقل في اخر تلاقي تيجي هنا تحت الحاجات اللي هي تحت ده التنجستن زيرو دكس ده اللي هو اقل ما فيش خالص مش ما بتاثرش خالص وبالتالي هم بيختاروا مواد مللي تحت دي اللي هي معامل التمدد الحراري بتاعها يكاد يكون نص صغير جدا 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 فدي كلها حاجات هتيجي بقى للبروب بقى ونخش في الجد بقى ده كل الحاجات كانت اشكال مختلفه او كومبريشن بتاع خمس انواع. البروب بقى اللي هو ده مش يعني عايز واحد يشغل دماغه كويس قوي قوي معايا. البروب اللي هو الجزء اللي بيلامس الورك بيس اللي انا بايسها عشان عايز دايمنشن او فورم او الى اخره. اولا قبل ما اقول ان في طريقتين للقياس بهذه الماكينات اللي هي اسمها بروب. البروب ده اللي بيقيس. طب البروب هيلامس الشغله ولا من على بعد كده يطلع شعاع ليزر وينزل ويس بي ولا فيجن كاميرا سي دي كاميرا ويس فقسمها لك زي ما كنا في القياسات بالظبط السيرفس رفرنس لو انت فاكر كونتاكت ونان كونتاكت نفس الكلام كونتاكت نان كونتاكت فاكرين السيرفس رفرنس كنت بكلم عليها على بقيس ازاي باستخدام كونتاكت ونان كونتاكت الكونتاكت نوعين تاتش تريجر بروب وسكاننج بروب تاتش تريجر ده بياخد نقطة ونقطة نقطة بوينت تو بوينت يعني ايه يلامس لغاية ما يظهر الضوء اصفر كده يبقى خلاص القراية دخلت اكس واي زد دخلت يحرك نقطة بعديها وهكذا. السكاننج البروب ملامس وبيمشي على طول بحسس على فبياخد عدد كبير جدا من النقط ده ايه اللي اسمه سكاننج بس دي ودي تحت كلمة كونتاكت. النان كونتاكت وانا اتكلم يا اما ليزر يا اما فيجن بروب خلاص بيركب في المكنه برضه بس بدل ما كان بروب زي ما هنشوفه دلوقتي وبيلامس الشغله بتاعتنا لا ده ليزر شعاع ليزر او سي دي كاميرا وبيصور وبيطلع الحاجه اللي هو عايزها. خلاص فيبقى اذا عندي البروب فين ايه نوعين من البروب يا اما كونتاكت يا اما نان كونتاكت. التاتش بروب فورم فورم ذا سينسنج ديفايس اون ذا اند اوف ذا لاكويل كلنا عارفين الكويل اللي هو شايل هي البروب خلاص. طيب البروب لما بيعمل اولا هو مصنوع من فيري هارد ماتيريال يعني معمول من مواد فيري هارد وفيري اكيوريت ولا لعلمك كاليبريشن يعني البروب ده بيتعمل له كاليبريشن وله طرق معينه ومهم جدا تخش على النت وتقول له انا هاو تو دو كاليبريشن للبروب بتاع السي ام هيجيب لك بقى الطريقه ويعمل ايه ويركب ده شغلانه وبيكلف كتير عشان تعمل له كاليبريشن. البروب هاز ا هارد اكيوريتلي دايمنشن 10 which as in touches a feature moves in عشان لو حصل لها حاجه اتكلت ما هيتاثر ده احنا البروب بتاع التلي سيرف لو انتوا فاكرين او سيرفس دايموند ومع ذلك بعد فتره بيتاكل بدل من النوز ريدز بتاعه السايلنس احنا قلنا بالنسبه للرفنس النوز من 2 مايكرون 5 مايكرون 10 مايكرون ماكسيموم لو زاد عن كده
بيحصل على طول في ديفيجن كبيره في الايرات بتاعت الجهاز. بيحصل ديفيجن كتير. CMM users need to understand and distinguish among various probes in order to select the probe. طبعا دي مهمه جدا عشان تعمل تبرمج المكنه وكده. انت لازم تكون اكسلنت في عمليات الانتاج. ليه؟ لان انت عارف كل حته ازاي. فالبروب اشكالها كبيره وطول الليفرز اللي شايلها مختلفه الى اخره. فانت في البرنامج بتبقى مختار لعمليات القياس البروب نوعه وملوك رقم. يعني كل بروب موجود في الـ 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 البروب اكسنجر هتلاقي فيه زي التون ماجازين بتاعت المكنه السي ان سي. هتلاقي نفس العمليه في كذا بروب موجودين ويقدر يغير. بس البرنامج اللي عامله دماغه مظبوطه وفاهم انت هتقيس دي عميقه بعيده صغيره هيجي ده عشان ما يحصلش فيه مشكله. فلازم اليوزرز نيد تو اندرستاند اند ديستنجويش امونج فيريس بروب ان اوردر تو سيلكت يختار البروب ذات بيست ميت ذا ابلكيشن ريكويرمنت. يقابل الحاجه اللي انت عايز. عايز تقيس ايه بالظبط؟ ايه تقب ولا عمود ولا اندر كت في شغله ولا في كافيتي ولا في ايه؟ فانت بتبقى عارف البروب اللي هيبقى مناسب لهذه العمليه. البروب فولز انتو تو مين كاتيجوريز. كونتاكت اند لسه قايلها دلوقتي. الكونتاكت بروب مينتين كونتاكت بيلامس الشغله بتاعتنا وذا بارت از ذي سكان الونج ذا سيرفيس. الكونتاكت بروب قلت لك في منهم نوعين، يا اما ياخد نقطه نقطه يا اما كلمه يعمل سكان. كلمه سكان الونج يعني هيدن من السطح على طول از ذي ميجر وهو بيس. ان الكونتاكت بروب اتشيف ذا ميجرمنت اوبريشن وذاوت هي كلمة واحدة without any contact with the surface of the part under measurement. وده يستخدم لا ليزر يستخدم ايه؟ يستخدم كاميرا. هو جاء على أول نوع من البروب اللي أنا قلت لك بدل الكونتاكت. خلاص؟ الكونتاكت بروب. تاتش تريجر بروب. تاتش تريجر بروب ده بيلامس وإيه؟ في حاجة اسمها ميزرنج فورس بقوة خفيفة كده يضغط على البروب بيقرب وساعة ما تنور في لمبة كده هتبان في الصور بعد كده. وفي اوريكم حاجات على بعض الفيديوهات فيها المكنه دي شغاله. تاتش تريجر بروب وركز باي ميكنج كنت بعمل كونتاكت وذ ذا ورك بيس از ذا سنسور ميكس كونتاكت وذ ذا بارت ذا ديفرنس ان ذا كونتاكت ريزيستنس انديكيتس ذات ذا بروب هاز بين ديفليكتد. بتدي لك ضوء كده وان هي الليد اللي بتكلم عليها. ذا كمبيوتر ريكورد ذيس كونتاكت ساعه ما بيعمل ريكورد ذيس كونتاكت بوينت كوردينيت سبيس A lead lights and an audible signal usually indicates the contact. بيدي لك ضوء على الطرف المخاد اللي هي بتاعتك. الليميتيشن بتاعت اللي هي كلمة تاتش تريجر نقطة نقطة دي بطيئة. السلو اوبريشن. الفورس ريكوايرد تو ديفليكت دي مشكلة قليلة والماتيريال سوفت ما تقدرش تستخدم طريقة الكونتاكت ميثود أو الضغط لأن الميجرنج فورس بتأثر في القراية لو الماتيريال طرية يعني ماتيريال بلاستيك ربر اي حاجه من الحاجات اللي هي بتبقى معموله من ماتيريال الصوت. الفورس ريكوير تو ديفليكت ذا بروب وين ات ميكس كونتاكت وذ ذا بارت ماي بي لارج كبيره ساتش ذات اتس ريزلت ان ديفيكالت ميجرنج فليكسبل اور اي فراجل بارتس ميد اوف سوفت بلاستيك الربر ثين واير اند الى اخره. تعمل مشكله في القياسات. ده من العيوب بالنسبه ل الكونتاكت اهو اللي ده ساعه ما بيلامس ادي البروب بتاعنا اهو بيلامس عايز ياخد النقطه بتلاقي المكنه حركته لغايه ما يظهر ده يبقى لقط خلاص. اول ما ده ادتك اللي ادتك الضوء ده يبقى خد الاريات او اتنين لنقطه ثانيه وثالثه ورابعه وهكذا. عايز ياخد التوب اللي جوه ده يقيسه بياخد نقطه اثنين ثلاثه او عايز يزود لكن هو يقدر من ثلاثه او اربعه يقدر يعمل لك يرسم لك وينزل العمق بتاعها ياخد نقطه من تحت يعرف الدبس الى اخره. فالعمليه دي التاتش تريكر اللي هو بياخد نقطه نقطه بوينت تو بوينت. اما السكاننج بيتحرك على طول على ايه اناونس. السكاننج ده للبروب اللي هو بيمشي على طول ما بيصيرش صح. This type used to measuring contour خلاص contour complex الاشكال المعقده وفيها كربات وفيها منحنيات سيرفيس بتاع جناح بتاع طياره بتاع مورد بتاع اي حاجه بيمشي عليها ويطلعها لك الشكل ومهما كان معقد. خلاص الريجل سيرف الاشكال الغير منتظمه زي البليز بتاعت التربينات الى اخره التربين بليز. This is done by continuous contactor
لانه ملامس مستمر with the surface of the bar as it moves and produces analog reading rather than digital signal. خلاص analog على طول مستمر. الثانيه الديجيتال اللي هي بتطلع نقطه نقطه بيدي لك اكس واي زد لكل نقطه. continuous analogs can be acquired 10 50 تايم مور داتا than traditional touch tag. شوف اسرع من 10 مرات ل 50 مره من التاتش تريجر اللي انا اتكلمت عليه اللي هو بياخد نقطه in the given amount. analog probe improve the speed and بيحسن السبيد والاكيورسي at which neural data are collected particularly for the surface mapping complex part بالذات الاشكال المعقده والاخر. This is suitable لي for form measurement what is necessary to collect and analyze large amount. عايز انت داتا كتيره بيطلع لك عايز 100 نقطه 1000 نقطه بيطلع لك على طول قرايات خد واعمل اناليس زي ما انت عايز ارسم اللي انت عايز تكتبه. خلاص الانالوج جايبها لك هنا اهو. ده لو انت ده كاتب طبعا واحد منهم اهو شكل زي ده كده هياخد نقطه نقطه لا ده بيعمل سكانك بروح ماشي على طول على السطح تك تك وطلع وروح راسم لك على طول الحاجه. شوف الشكل عامل ازاي شوف النقط قد ايه خد نقط دي كل النقط دي وطلع منها البروفايل او الشكل بتاع السيرفر. او السكانينج بروب ار كومنلي يوز تو جذر داتا فور ريفرس انجينيرنج. وانا قلت لك ريفرس انجينيرنج كلمتك على الراجل الطيب اللي هو في دوماتيك كده لو عنده المكنه دي لانه بدا بالريفرس انجينيرنج وعلى ذلك اضطر يشتري المكنه عشان يطلع الرسومات اللي هي مش موجوده عنده اللي هو الكاد. يبقى كده يعني سكاننج خلصنا احنا كده نيجي نقعد بقى عند النون كونتاكت. ليه بقى؟ عايز افرجكم الاول على حاجه كده تتفرجوا عليها وبعد كده ايه؟ هنبتدي بعد كده نرجع تاني للكلام ده خلاص؟ ارجو ان الكلام ده يبقى ايه؟ واضح. ننزل ده كده اهو. هطلع ليك بقى ايه تتفرج بس علشان تبقى معانا عارف ان انت دماغك خلاص ما عندتش ايه بس حاجه مصنع من المكان بيشتغل اهو. خليك معايا بقى هذا البروب اهو ده ايه نوع ايه ده سكان اهو ماشي على السيرفس كله اهو اهو بيعمل سكان اهو شايف وترس عايز ايش ترس عايز ايش سطح خارج عايز مدرسه كبيره جدا هذه الماكينات يا جماعه يعني يو كان تراست ريزلت اللي جاي من هذه الماكينه ولا توجد مشكله. شوف المصنع ازاي كل المصانع الكبيره شغاله باستخدام الكاسات هذه الماكينات محدش عاد بيستخدم الاجهزه اللي هي التقليديه العاديه بتاعتنا وانا قلت لك ما عدا السيرفس رفض لكن هنا الراوند ستيس ها اللي فوق كل الجيومتري الفورم تولرانسز اللوكيشن الران اوت كل ما يتعلق بال الجيومتريك تولرانس الانجين تولرانس عباره عن دايمنشنال خلاص هتقيسها الجيومتريك تولرانس كلها هتقيسها خلاص فيما عدا طبعا لو انت عايز تقيس اي حاجه ثانيه جيب هنا بص بقى كده المكنه شغاله شكل الانجين نفسها الانجن بروكس عامل ازاي؟ وبتقيس كل ده اهي ماشي اهو السكاننج اهي وطبعا الهيد دي البول دي بتاعت المسلسل دي معموله من ماتيريال فيري هارد زي العاج والماتيريال وجايب لك هنا صوره المنتج بتاعنا اهو وبروح راسم ليك الشكل على طول بالكاد يعني ياخد النقط يعمل كونتينوس كونتاكت يعمل الشكل اهو اهي وفي نفس الوقت ايه؟ تخش على الكاد بتاعك وروح راسمها لك دي الاناليتيكال موديل اللي انا قلت لك انا بيرسم اناليتيكال موديل ويقارن الاناليتيكال موديل اللي بيطلع من القياسات بتاعته هشوف الترس بص الترس اللي غلبنا وتحميزه بالطرق التقليديه ماشي سن هيطلع لك البروفايل ويطلع لك البيت سيت ويطلع لك الويتس ويطلع لك السكنس بتاعت كل حاجه هذه الماكينات من الماكينات المعروفه ان الواحد فعلا يعني بيقول لك فعلا حلت مشاكل كثيره جدا اللي شوف السطح ده كده اهو بيمشي عليه ويقيس جواه وبعدين يروح عامل لك الاناليتيكال موديل بتاعه ويطلع لك النقط كلها ايه؟ روح راسمها كان بقى عندك المنتج اهو 3 دي اهو وعمال يقلبه زي ما انت شايف كده اللي قاسه يعني عمل لك
تيبيكال واعي وعنده الكاد بتاع الراجل اللي اداله يقارن الاثنين ببعض ويطلع له في خطا موجود فيه، مع ان دي كذا فيتشر، الفيتشر واحد ده في تقوب باشكال مختلفه وفي سلوتس وفي فيه كل ده بيقارن ويطلع لك الايرور موجود. هنا بقى الجروب يشوف كام جروب ممكن اكتر من جروب بيبقى موجود ويغير، هشوف كام واحد 1 2 3 تبع الحاجه المقيسه. المبرمج اللي عامل ده عارف هيقيس ايه وعارف ازاي ايه توريتش ليه المكان اللي هو عارف. انت شايف اهوت عمال يقيس اهو ويرسم في نقط قد ايه هيقاسه هنا. البرنامج بيروح مصوره كل دي نقط تطلعها من البرنامج او من القراءات اللي عملتها تخش على طول والبرنامج، عشان كده المكنه تستاهل تمنها يبقى 100%. النوع الثاني قلت لك النان كونتاكت اهو، هنا دي نان كونتاكت بيقيس الفورم، الفورم الشكل اللي. اي شكل حاجه عندك اهي الاسبكت الاسبكت بس باستخدام يا اما التصوير يا اما الليزر، وطلع لك برضو نفس العمليه الشكل والحاجات الصغيره بالذات والحاجات السوفت بالذات اللي ما تستحملش الكونتاكت ليزر يقدر يصورها زي ما انت شايف اهي، صورها وكبرها وطلعها وكل الدايمنشن بتاعتها تتحسب بالتكبير. فدي الطريقه الثانيه الكونتاكت الكونتاكت ليزر اللي عمال يصور زي ما انت شايف اهو، بياخد صور خايف او تصور ويطلع وياخد الاريات والابعاد. دي الطريقه دي البروب اللي بيستخدمها الكونتاكت ليزر، ودي الكاميرا اللي راكبه او الليزر اهي راكبه هنا اهي وعمال يقيس العينات اللي هو عمال يقيسها تحت. نيجي بعد كده ل هيخش على قياسات ايه بقى؟ امبي 25 لان هنا هيجيب لك بعد كده ان هي في مكان للفورم. هنا بقى بيقيس برضه حاجات هنا تقريبا ده ترش ولا حاجه صغيره كده ايه وهنا ده عباره عن كون اهو بس دي لان كونتاكت مثلا منور وعمال يطلع لك الصوره بتاعتها زي ما انت شايف كده دي لان كونتاكت مثلا. نرجع للسوفت وير ده مهم جدا الباكج بتاعت السيرفيس السوفت وير، وهي دي يمكن اغلى حاجه غاليه جدا طبعا السوفت وير لانه مش سهل، وانت عشان تتعلم هذا الكلام بتاخد دوره ليك 2 شهر ولا حاجه عشان اللغه بتاعتها اصلا اللي هي الديمس، وكلمه ديمس دي كابتن ام كابتن اي اس كابتن ديمس اللي هي دايمنشنال ميجرنج انترفيس ستاندرد، وهنتكلم عليها بعد كده في هذا الكلام. زي ما انت شايف رجع تاني لعمليه اللي هي الكونتينوس هي دي اللي هي الاسكاني الشكل اهو ورسمه على طول ويطلع الابعاد بتاعته. فهو نفس الكلام اللي احنا قلناه، ارجو ان الكلام ده تحس ايه، لان كلام النظر من غير ما تشوف حاجه عملي بيبقى ولا اهو كلام هتقعد ايه. لا انا بقول لك الكلام اللي انا قلته اهو، المكنه احنا خدنا انواع المكنات المختلفه والراجل بيجيب لك اهو بيجيبها لك وهي بتشتغل فبتحس بيها وعماله اهو ميجرنج اوف لارج الاجزاء الكبيره يعني حاجه كبيره بيروح عاملها اهو. هو جايب لك امثله على بعض لكتب عينات كبيره قد ايه، شوف شوف العربيه معديه قد ايه بريدج اللي انا بقول لك عليه شوف قد ايه، والعربيه جت اهي وقفت تحت البريدج تايب. فكل الانواع اللي احنا قلناها موجوده في هذا الفيديو. شايف البريدج قد ايه؟ دخل ده اي حاجه كبيره عربيه مش عربيه اي حاجه تقدر تعمل لها سكاننج وتقدر تصورها وتطلع او تقيس اي حاجه من الحاجات. شوف الشكل ده يترسم خد ابعاده ويترسم بالظبط بكل الدميس بتاعه ده انترنال جيرز يقدر يقيسه او خارجي او يقيسه من بره او من جوه. شوف ماشي ازاي على السنه يطلع لك اذا كان الفيديو كيرف ولا سايكلويد كيرف اي حاجه يطلعها. ايجل اي ما بيجيب حاجه التكنولوجيا الحديثه دي بصراحه، عشان كده ما يقول لك نانو تكنولوجي مقابل لا على طول نانو مترولوجي. هيخش بقى على ايه؟ ده احنا اتكلمنا عليه ده او تابعنا ده من الحاجات اللي احنا قلناها ده اتكلمنا عليه. فاكرينه؟ فاكرين الجهاز ده؟ ايه بيقيس ايه الراوندز اتكلمت عليه، بس ده مش النوع يعني احنا اتكلمنا على كان النوع بتاعنا ياباني. فبيقيس الراوندز هنا ب الترمتس يدور ويقدر يقيس لك الراوندز لو انت عايز لو حاطط الجهاز اهو اهو جهاز بس ده. طيب لكن هو نفسه لازم ترم تيبل اهو خلاص
ونفس الجهاز بس ده موديل تاني. السيرف ده بقى سيرف صفر بس جهاز كبيرة بتاع كده. ده الفورم انستون جهاز بيسلك الفورم بتاع اي حاجة شغال اهو وعمال يسلك ده الفورم ويكتب لك الريدرز بتاع دي كام ودي كام والفرق بينهم اي ايرور بتقارنه. شوف الريدرز دي كام 3.27 3.1 3 في نفس الوقت اللي انت بتقيس فيه النتائج بتطلع. ارجو الكلام ده يكون يعني دخل دماغكم شويه والمحاضره اللي جايه ان شاء الله هنكمل الموضوع ده لانه موضوع كبير مش صغير. دي المحاضره 11 ان شاء الله نتقابل في المحاضره رقم 12 وتكونوا على خير ويا ريت المحاضرات دي قبل ما يمكن ما اقابلكم يبقى انتوا حاجه بحاجه واللي مش عارف حاجه يرجع للدكتوره منى ان شاء الله. ما تقلقوش من الماده ولا حاجه ومع الف سلامه.